كتير طيب، رح أسأكلهم طيب. والأكل بشهي؟ إيه مبين والله، نفسهم طيب كتير على الأكل، وخاصة اليبرقات بجنني. ليش ما دقيتي لي؟ كنت إجيت وفرجيت مقامة. سكوت، ما بدي حدا يسمع كل اللي صار بسببك. إيه شو علي؟ بعرف شغلي معهم. إيه شو مفكرني قصرت؟ عطيتها حقها وزيادة. يا الله شو زراف هالبرق، بس كتير تقلت بالأكل اليوم وخايف يزيد وزني. بس مع هيك رح آكل هنا. يلا ابني تعا معي. يا الله شو حلو. الله يبعد عنكم الحسد، كتير كتير طالع حلو المطعم، ما فكرته هيك منوب. وينك لهلا؟ وشو بوشك؟ ولا شي، اتخانقت انا وحده بالحضانه مشان مراد، يعني انسي. خرمشت لك وشك؟ ناقصتك لانه. وهاد العيران البارد. والله الأكل كتير طيب وحلو مثلكم أنتوا الاثنين ما شاء الله. الله يديم المحبة بيناتكم ويسعدكم. آمين. إيديك يا ست مريم. صحتين وهنا. على قلبك إن شاء الله. يسلموا دياتك. يسلموا. الله يسلمك. صحتين وهنا. دقتوا من هالمحاشي؟ طيبين. تفضلوا. لكم ليش ما خطر ببالكم هالمشروع من زمان؟ كنتوا زنقلتوا. أي والله الأكل كتير طيب. دوقوا هي أطيب بالجوز. عم باكل منها على الرايحة والجاي. دو خليها لبعدين ان شاء الله. آية الرزق كتير حلو المطعم واكلاتكم كمان طيبين. تفضل. ما بدي ضايقكم. لا ولو شو ضايقنا، تفضل فوت المطعم مطعمه. تفضل لهون. المحاشي كتير طيبين. شو رايكم نطبع بروشورات ونوزعها مشان خدمه توصيل للبيوت؟ ايه والله فكره. وانا كمان فكرت هيك، بس بالاول خلونا نستقر بعدين بننفذها. عند المطعم قلنا؟ ايه قلنا. ليش انت بتعرفي تشتغلي؟ عم اتعلم. مراد تعا ابني تعا، خلينا ناكل انا وياك. تعا عود. يلا اوبا. برافو عليك، برافو. شكله رح ينجح، شو رأيك؟ أنا واثق من هالشي. بس هلأ ما فينا نقرر، بكرة منشوف كم زبون رح يجي. خايفة ما يجي حدا. لازم نضلي متفائلة. ها بدها صبر. أنا شاطرة بالصبر. بظن إنه رح ينجح المشروع، هيك قلبي محسسني. هي بداية حلوة إلنا مع بعض. بلشت عندي من هلأ. فاطمة كتنجي ليكا. ورد. فاطمة والغاز هات لشوف. ألف مبروك. تسلم. من مين؟ ايه لا، مصطفى بعته؟ ولي على عمتي ان شاء الله، مصطفى بعته؟ هاي واقف. خير يا أختي؟ لا ما في شي. وأنا شو بيعرفني يا أخي؟ أنا بوصل الطلبات وبس، بجوز وصوا عليهم، أنا مالي متأكد. طيب وين محلكم؟ بآخر هذا الشارع على الطرف الثاني. كريم شو في؟ فوتي لجوا يلا. كريم حبيبي شو عم تعمل؟ الكل عم يطلع علينا. محل الورد قريب منا، يعني لحقنا لهون. قولي على قامتي، ما رح يتركنا الله يستر. وطوا صوتكم شوي. كيف عرف مكاننا؟ كريم روق اهدى شوي. حتى لهون لحقنا الحقير، الله لا يوجه له الخير. انا رايح ان شاء الله. الف مبروك. خليك قاعد شوي. رايح المحل لحاله، بكره بجيب الاولاد لهون. يعطيكم العافيه. الله يعافيك، مع السلامه. الله معك.
مرحبا. أهلين، تفضل. أنتوا فاتحين جديد؟ إيه، اليوم فتحناه. الله يرزقكم. تسلم. فيني أدخل؟ إيه طبعا، تفضل.